السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لليوم راح نتكلم عن منصة إنستغرام وكيف نحمي خصوصيتنا على هذه المنصة. الأغلبية في الإمارات عندهم إنستغرام ويدخلون بشكل يومي ويشاركون يومياتهم مع أهلهم وأصدقائهم. تعتبر هذه المنصة الثالثة من حيث الاستخدام في الإمارات. نلاحظ في الفترة الأخيرة زادت الرسائل العشوائية على الخاص مثل هذه الرسالة، وإذا وصلتكم مثلها فانتبهوا تضغطون على أي لينك، لأن حتى لو كان صاحب الرسالة أحد من ربعكم أو أهلكم فاحتمال كبير يكون حد اخترق حسابهم وطرش لكم هذه الرسالة. فعشان تتأكد وإذا كنت تعرف صاحب الرسالة هذه فاتصل فيه وتأكد أنه فعلا أرسل لك هذه الرسالة، وإذا كان الشخص ما تعرفه فتجاهل الرسالة تماما واحذفها من عندك. إنزين محمد، كيف أحمي حسابي من الاختراق؟ براويكم خطوات بسيطة وسهلة إن شاء الله، تابعوها وياي. عشان نأمن حسابنا على الانستغرام ونروح للسيتنجز اند برايفسي، بعدها الاكونت سنتر، وبعدها نختار برايفسي اند سكيورتي، نختار تو فاكتور اثنتيكيشنز، ونختار تكست اس ام اس، ونضيف رقم تليفوننا ونفعل الخيار، وبتكون كطبقة أمنية إضافية لحماية الحساب. عندنا أيضا الاديشنال ميثودز، ومن خلالها نصور الباك اب كودز اللي راح تكون كإثبات لملكيتنا لهذا الحساب، احفظوهن عندكم دائما. نتمنى أنكم استفدتم من حلقتنا لليوم، وترقبوا الحلقات الجاية إن شاء الله في قنوات هيئة أبوظبي الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.